جميل واحدة من تعال الدنيا تقاريره، حسن. ومن الحب مع ما قمر، شاء الله. يعني يمكن غبرنا من حبه لينا. لكن كمان محتاجين لتدخلات من الحكومة، تدخلات من الشعب، المنظمات، المجتمع وغيرها، حتى الأفراد على نطاق المسؤولية المجتمعية، يعني دعموا الأسر معنويا وبصورة كبيرة جدا. واحدة من الناشطات الاجتماعيات على مواقع التواصل الاجتماعي، زميلة وناشطة إعلامية، كان عندها دور في إن هي تصل لغاية الأسر، شافت الصور الحية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشت بذات نفسها لعدد من المناطق زارتها، وقفت مع الأسر وتعرفت على تفاصيل الفيضان وكيف إنهم هم يتعاملوا مع هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة جدا. دخل الاستوديو معنا الزميلة مهجة أبو القاسم، ناشطة إعلامية واجتماعية على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا بك مهجة، نهار مرحبا خير بك عليك. يا لينا، ومساء الخير عليك وعلى الزميل منذر. والحال صعب شديد، لغاية العفرة خلاص يعني ما قادرة. ربنا الصور يصلح الحال دائما إن شاء الله. أبلق من الحديث، أبلق من الكلمات. كلنا شفنا ما حدث من فيضان، أو فيضان 2020 أو فيضان القرن، ما حصل قبل كده. دمار لكل المنازل، انهيار كامل للولايات، لا توجد ولاية تخلو من منزل واقع، بيت وقع، أسرة حصل لها. الرقم المشاهد كبير، الرقم كبير، والمشاهد حزينة جدا. والمواطن السوداني رغم الأحداث الموجعة ورغم الفاجعة والفيضان ما متفائل زال يعني. يبتسم وما زال متفائل، جميل. ولكن لابد من إحساس بهذا المواطن الجميل، الإحساس بالآخر. يمكن على ذكر الابتسامة، واحدة من الصور اللي أنا شاهدتها برضو على مواقع التواصل الاجتماعي في واحدة من القنوات المعروفة، نقلت فيديو لمجموعة من الشباب في منطقة الكلاكلة، وهم يعني في بيوتهم واقعة، وهم في العراء بيسبحوا، وسموها أولمبيات الكيكي سيتي. أيوة بالضبط، يعني بابتسامة، يعني ضربوا الهم بالفرح، ما قدامهم ما شيء يعملوا يعني. ما في يدهم حاجة يعلينا، ولا الوضع صعب على جميع الأسر من جميع النواحي. يعني أنت عليك بيت منهار، وعليك وضع اقتصادي سيء جدا، ماذا هناك؟ جميل مهجة، عدد كبير من المشاهدين شافوا الصور عبر التلفاز، الناس البعيدة من المناطق وكذا. أنت قمت بزيارة عدد كبير جدا من المناطق المتضررة والمتأثرة بالفيضانات والسيول دي، يا ريت لو توصف لنا الحاصل شنو يعني بالتحديد. تمت زيارة مناطق شمال بحري، خاصة منطقة التومانيات الغربية، هي منطقة انهارت بالكامل، لا توجد منطقة زي ما شايفين في الشاشة يعني يا مهجة، تفاصيل مؤلمة، مؤلمة صراحة جدا مؤلمة. وحزينة دي في التمانيات يعني. أيوة، والمنطقة يعني درجة أنه هي ما الحدث موجع، ما في أصلا منطقة كانت تسمى هناك منطقة التومانيات، كانت هناك منازل. أصبح المواطن بيطلع من الحتة الواقعة، ما حنقدر نقول البيت، لأنه أصلا البيت انتهى خلاص، انتهى يعني. ما في حاجة. عن طريق المراكب بيخشوا بيجيبوا لك العفش حقك، العفش أصلا هو يدمر منتهي، أصلاً منتهي يعني. لا يوجد عفش، حتى الأساس، الأدوات الكهربائية، حتى الذهب، حتى المبالغ المالية والأوراق الثبوتية انتهى. صح، يعني مجرد ما ينهار البيت انت قروشك جوا غرفتك كلها، انت ذهبك، انت كل بالضبط. تفاصيل انهارت حياتك كل موجودة في الأشياء. بيتك وانهارت، انهارت كل ما تملك مع انهيار هذا المنزل، مع انهيار المنازل المختلفة. والمؤسف جدا حتى الطلاب المقبلين على امتحانات الشهادة السودانية انهارت كل مدارسهم، المدارس، حتى الكتب، حتى هم متأثرين ومتضررين، حتى يعني. النفسيات يعني. نعم، وجدت هناك أحد الطلاب بيقول لي هل أنا حقدر أنجح؟ أنا حين ما خشت بجامعة الخرطوم ما أعتقد أنه أنا أقدر أصل، وغرقت يعني. أيوة، كل ما أملك. بيقول لي أنا من أيام الكورونا، من غير جفا يضام، ما عندي نفيس، أنا ما حمتحن. واحدة برضو من الصور أنه طالبة مصورة بيتهم هو انهار جراء الفيضان، وكتبت يعني مع الصور اللي هي نشرتها أنه ده بيتنا وأنا ممتحنة، تفتكروا همتحن كيف؟ فده سؤال موجه لوزارة التربية والتعليم، يعني احنا ما عايزين نتدخل في هذه الشؤون، لكن ما بين مؤيد ومعارض، في وضع عام بيقول الأولادين يمتحن نفسياته تعبانة من تأجيل الامتحانات جراء الظروف اللي مرت، واللي في وضع سيء بيطلب انه يتم تأجيل الامتحانات. وانا باعتبار يعني من حق المواطن المتضرر انه يلقى فرصة اخرى يمتحن، السنة ما تضيع عليه. فاعتقد انه القرار لابد يطلع بصورة صحيحة، ويكون قرار عاجل، الامتحانات على الابواب يوم الاحد، امتحانات على الابواب، والوضع صعب جدا. اليوم الصباح
السماء تمطر كالعادة. نعم. هنالك مناطق كثيرة اتضررت، منها منطقة العزازاب اليوم انهار أكثر من 50 منزل، انهيار كامل، لا يوجد منازل، لا توجد منطقة. النيل الأبيض منذ الأمس هنالك ارتفاع. نعم. بسيط، وللأسف لو جاد مطر خلال اليوم كما حدث بالأمس أو بكرة هيكون الحدث كما هو. صح. مع زارد الفيضانات، واليوم أيضا الأمطار على الفيضان على البحر دخل على شارع النيل. صح. بالغرب من حدود احتصام، حدود الاحتصام. وأصلا الأمطار لما نزلت كانت قوية، والنيل يعني مواصل الحد، فالمجاري ما في مجاري تمشي فيها الأمطار، ما في اتحبست. نعم. انعكست في الشوارع العامة، في الشوارع الرئيسية، الحالة صعبة جدا في منطقة التمانيات. وأثناء التغطيات عبر طريق صحيفة الراقوبة كان هناك حدث، كانت هناك مسؤولية ورسالة أبلغوني لها الأهالي، إنه يا أخي إحنا ما عايزين أكل، نحن ما عايزين شراب، نحن عايزين مأوى، نحن عايزين مخطط، أيوة عايزين مخطط سكني ولو 100 متر. يا والي ولاية الخرطوم نحن سمعنا بك ما شفناك، تعالوا لنا. صراحة دي كانت الرسالة اللي أنا رسلتها مباشرة عن طريق قناة الخرطوم لسيد أيمن نمر والي ولاية الخرطوم، وأمر بتنفيذ. وصلت بعض الاحتياجات، منها الوالي أمر ببناء الحمامات. جميل. في الحتة بعديها أو حتة الزلط القريبة من الزلط في طريق الجيلي، أمر أيضا ببناء منازل، أمر أيضا بخيم مشمعات وغيرها. دي بعض المشاهد من ود العقل يا مهجاي، يعني أيضاً للأطفال يعني بالضبط، يمكن هم صغار ما فاهمين يعني ما يدور حولهم، شايفين الناس وشايفين الموية وبيحبوا الموية وقاعدين بيلعب معهم كرة قدم. يعني مهجة يعني في انتقاد، خلينا نقول كمان يا لينا، للجهات الإعلامية سواء كانت رسمية أو الخاصة، بما أنك يعني ناشطة إعلامية، في انتقاد أنه ما عكسنا، ما قدرنا نعكس الحاجة دي بالطريقة المثلى للعالم يعني. فهل أنت كناشطة إعلامية شايفة الحاجة دي؟ ما عايزين نظلم جهة أو ما دام نظلم، ما حنقول أنفسنا عشان نحن في وسط المجاعة عشان الناس ما تنتقدنا، نقول الحق، نقول الحقيقة. نحن يعني كإعلاميين الغنوات شغالة في يعني قناة الشروق أيضا بدت تمام، مشت متأخرة جدا، حتى للزميلة لينا ساكنة في توتي، ساكنة في توتي جوها بعد 5 أو 7 أيام. ده انتقاد طبعا سامعيني يا جماعة، ده انتقاد لقناة الشروق، تجدوني بعد 7 أيام. يعني نحن نحاول يا جماعة كإعلاميين وكنواكب كمنصات إعلامية خاصة وحكومية، لا يعني هي الغنوات عكست. أيوة. وصورت، لكن الحديث ما إنه فيه هي نقلت وصورت فقط، وإنما كان إنه ما يقدر الحديث كله يكون عن الفيضان، لأنه تم إعلان حالة الطوارئ والكوارث في البلاد. يعني أنا بتمنى والله العظيم هي صوت، يمكن الزملاء يضيفوا لصوتي ويمكن يرفضوا أو الشخص بمؤيد ورافض، لكن بتمنى والله من وزارة الإعلام كاملة وكل قنواتنا، إذا كانت قنوات خاصة أو إذا كانت تلفزيون السودان، لا يتم بس أي حاجة، يتم بسيط الضوء على الحدث يعني بالضبط، يعني الضوء على الفيضان. الكوارث حاليا في كارثة اسمها فيضان نيل، ما معروف يعني يحصل شنو صراحة بعد ساعة. يعني أنا بتمنى من الدولة إنه كل الغنوات، كل الإذاعات وكل الصحف وحتى الميديا، يعني ناس الميديا حتى يا أخي يبعدوا عن المهاترات، يبعدوا عن الشائعات، لأنه ما بتضيف لنا. نحن إذا ما تكاتفنا كلنا الجهود الحكومية والجهود الشعبية ومنظمات المجتمع المدني، دلوقت البجد منقول شعار حنبنيه، والسودان محتاج للناس، محتاج لنا كلنا بجميع مسمياتنا بجميع فئاتنا، لابد من الوقوف ولابد من انه نحن نتفق على انه تضافر الجهود مهمه في جداً الوقت جدا يا لينا جدا. وبما انه احنا اتفقنا على النقطه دي، نمشي للنقطه الاهم واحنا قاطعناك فيها لما طلعنا وشاهدنا بعض الصور. ذكرت انك انت وصلت رساله للوالي. ايوه. ما كان رده يعني عليه؟ انا الرساله مباشره عن طريق استضافه ايضا في قناه الخرطوم، انه والله يا اخي العم التجاني بلق من العمر كم 80 عام، انه محتاجين لمكان ومأوى يسكنوا فيه. مباشرة بالأمس وصل الخبر عن طريق وزارة الإعلام في الولاية، إنه الوالي أمر بتنفيذ كذا وكذا، كانت خيم ومشمعات وأيضا بناء حمامات ومناطق سكنية. نعم. حتى يعني يقدروا يعيشوا فيها باقي الشهور دي، لأنه يعني الليلة النيل ده إذا انحسر خلال الشهر القادم أو الأسابيع القادمة هيمشوا وين بعد كده؟ جميل.
بعد انحسار النيل نحن بصراحة وزي ما حذرت وزارة الصحة الاتحادية موعودين بأيام حتكون صعبة جدا جدا بصراحة، هيكون في أوبئة، صح هيكون في توالد للبعوض وللحشرات وللأمراض. الحاجة دي محتاجة إنه نستبقها، محتاج بالضبط، إنه نعمل لها من الآن، لأنه مجرد ما النيل درجع هيكون المياه في الميادين في عواقبه الطرقات وخيمة في جدا، كل مكان، هيكون في عواقب. فمحتاجين أيوة نسعى ونعمل في الحاجات في التحوطات دي من الآن يعني. محتاجين إنه نحن نفتح عيوننا بقدر الحدث، نستبق وزارة الحدث يعني، ما يمنع وزارة بعد الصحة ما ذات يحصل. أيوة يعني ما ننتظر لحد ما النيل ده ينحسر ويجينا بعوض، تجينا ملاريا، يجينا كوليرا، يجينا اسهالات مائيه، ونقعد نقول حدث ما حدث، ونقعد نصفي فيها يا جماعه الليله في نتفائل وان شاء الله نتفاجأ. القادم نتفاجأنا ما ممكن يا جماعه احنا كسودانيين نتفاجأ بالنيل في كل سنه، ما ممكن كسودانيين نتفاجأ بالامراض لو لمره واحده نستبق المرض ده حيجينا صراحه. ان شاء الله. هو الان الكارثه حدثت زي ما ذكرتي، لكن مطلوب مننا كلنا ومن وزاره الصحه ومن كل المواطنين من القادرين انه يعني ان شاء الله النيل ينحسر ويتراجع، والمياه الموجوده يتم شطفها بالضبط ورشها، ويعني حفاظا على ارواح كل الموجودين الان في العراء بلا نعم. مأوى وبلا نعم. منازل. احشاك لك كثير جدا مجاب القاسم على هذه المساحه شكرا. الجميله والتغطيه اللي كانت خاصه منك، من شخصك، شخص متحمل وشايف نفسه انه هو عنده مسؤوليه مجتمعيه تجاه المجتمع. شكرا لك. شكرا الزميله لينا، وشكرا الزميل منذر، وشكرا تيم قناه الشروق. ولكن خليني اقول كلمه اخيره يا جماعه، نحن في فتره صعبه عليكم الله، خلونا يعني كلنا كده كسودانيين في المقام الاول بدون قبليه بدون عنصريه شويه نراعي للمواطن البسيط في موضوع الاسعار المرتفعه الجنونيه الما معروف الحاصل فاشله شويه عن طريق كاميرا الشروق. خلونا بس نقول لاي تاجر عليك الله اتذكر بس انه ده اخوك، دي اختك، دي امك، ما ممكن ترفعوا الاسعار سبب بدون سبب. اعتبر انه دي صدقه منك تبرع. أيوة. يعني خليك بالسعر الحنين مع المواطن لانه هو بيستاهل يا منك جماعه كده. تماشوا ناس المواصلات شويه تماشوا يعني بدي 50 شيء بدي 20 لانه بعد شوي ذاته يعني ما بعرف يحصل شنو والله. ان شاء الله هي رساله اكيد.